اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. النهارده سرنا هو عن الرياضه، هنتكلم عن الاحصاء والرياضه. احصاء ورياضه معناها قلق وخوف وتوتر، معناها حفظ براهين، معناها حفظ اسئله وحاجات كتير جدا، كل ده بنخاف منه. معانا ومعاكم النهارده استاذ محمد، هيكلمنا اكتر عن ماده الاحصاء وماده الرياضه وهيسهلها علينا بكل بساطه. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ بخير الحمد لله. لما بنقول احصاء ورياضه يعني حاجات كتير بقى، خوف وقلق وكله يخاف منها، مع اني على ما اعتقد يعني ان هي سهله شويه. وجهه نظر حضرتك؟ اكيد طبعا سهله يعني، بس هي عايزه شويه شغل ومجهود شويه. تمام، خليني في البدايه كده اتعرف بحضرتك اكتر واتعرف على ماده الاحصاء والرياضه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد عثمان، معلم رياضيات بالازهر الشريف، وباحث ماجستير في تكنولوجيا التعليم ومراجع خارجي بالهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد. تمام، ايه السر بقى ان مدرسين الرياضه قليلين؟ هي الرياضة ناس كتير جدا بتروح لجانب الرياضة، حتى خريجين الرياضة قليلين جدا. هو مش قوي يعني، بس هو مادة الرياضيات عايزة شوية شغل وعايزة شوية تركيز شوية يعني. كتير جدا برضو ما بيعرفش ان هو يحفظ، فكرة الحفظ دي استحالة عنده. ما هو على فكرة اللي مش بيحفظ بيكون عنده قدرة أكبر على الفهم، بيقدر يفهم أكتر. تمام، حتى لو جت مسألة بشكل تاني هو فاهم. اللي بيفهم يعني، اللي مش بيحفظ عادة بيكون الفهم عنده أقوى، انما اللي بيحفظ اكتر، وفي ناس بيكون عندها توازن ما بين الاثنين يعني الحفظ والفهم، بس هي الرياضيات عايزه بتركز اكتر عن الفهم. ممتاز جدا. طب ازاي اقدر اقيم يعني دماغ الطالب، او اقدر اقيم اذا كان الطالب ده هيجي منه من اول حصه او من اول درس درسته، ولا هيحتاج وقت معايا؟ ما هو مش شرط نقيمه من اول حصه يعني، هو في بيكون تقييمات تتابعيه. تمام، يعني حصه بحصه، ممكن في تقييمات نهائيه في نهايه. تمام. المستوى. انا بشوف الطالب اللي عندي ممكن يكون عنده مشكله في التاسيس. تمام. فانا هلعب على نقطه التاسيس دي. ممتاز. تمام، وممكن يكون عنده مشكله في الفهم في النقطه المعينه دي، فانا النقطه دي بحاول ان انا استخدم معايا وسائل تانية تساعده. بضرب امثله من الحياه من الواقع. تمام. بشوف التكنولوجيا برضو بتساعدني ان انا اوصل له المعلومه دي. طب ممتاز جدا، بتبتدي ان انت تجيب له حاجات من الواقع والحياه عشان يبدا ان هو يفهم ويستوعب الاسئله دي، او يستوعب المساله دي ازاي بتتحل. ما هو لازم الربط بالحياه يعني مهم جدا، وفي حاجات كتير بنقدر نربطها في الحياه في ماده الرياضيات بتوصل المعلومه للطالب. تمام، فكره برضو ان انا اوصل المعلومه بكل بساطه للطالب دي بنلاقيها صعبه شويه، مش كل المدرسين عندهم القدره دي. اكيد طبعا يعني، هو الموضوع محتاج ان انا انزل لعقليه الطالب. يعني انا مش بخاطب حد من سني او حد بنفس تفكيري، لا، انا عايز انزل بتفكيري وعقليه الطالب، انزل لتحت علشان الطالب يفهمني. ولذلك في حاجه اسمها تعليم الاقران، ان هو ممكن الطالب يتعلم من زميله لانه زميله بيقدر يفهمه اكتر شويه، لان العقل فيه تقارب يعني في التفكير، دايما معاه او دايما بيحبه، فحابب ان هو يتعلم منه كل حاجه. تمام. تمام، حضرتك بتقدر برضو ازاي تخلي الطلبه يعلموا بعض؟ هو لما يكون في حد مثلا فاهم النقطه دي ممكن يشرحها، هو لو شرحها لزميله زميله بيفهم منه اكتر، ممكن يفهم منه اكتر من المعلم نفسه. ازاي برضو؟ فكره انا معلم دارس فاهم، بس زميله مش دارس، هو حفظ كلمه قام قالها. لا، هو مش حافظ كلمة وقام قالها بس يعني، هو ممكن يكون فهمها، هو ممكن يقول يكون في حاجة في جزئية كده في النص تكون مفقودة عندي أنا مثلا، فأنا ما عرفتش أقولها للطالب. تمام. تمام، فهو ممكن يقولها له في النص، يقولها له بطريقته هو. فهم طريقتهم زي بعض، يفهموا بعض. التفكير في تقارب عندهم، فايه ممكن يفهموا بعض أكتر. طيب، فكرة برضو إن أنا أتواصل مع حضرتك ويتم التعامل ما بيني وما بينك خطوة بخطوة بيتم إزاي؟ تواصل الطالب بيتم إزاي ما بيني وما بين حضرتك؟ تواصل الطالب ممكن لو عن بعد عن طريق التواصل الاجتماعي، يعني عن طريق التليجرام او الواتساب. يعني معلش هقطع حضرتك، حضرتك بتدي برضو عن بعد كورسات؟ طب ممتاز جدا، حلو جدا برضو فكره ان الطالب مثلا لو في محافظه تانية يقدر يستفيد من حضرتك. وبعدين الفيديوهات بتكون موجوده معايا يعني طول الوقت، يقدر يسمعها في اي وقت، يقدر ان هو يعيد السؤال مره واثنين ويستوعب الفهم بتاعه. اللي هي مش مجرد انت شرحت الموضوع شكرا على كده. طيب لو جالك طالب برضو ويعني فهمه بسيط، اللي هو لازم تعيد له السؤال مره واثنين وثلاثه وتعيد له المساله اربع خمس مرات، ده بالنسبه لك بيبقى تعب شويه ولا عادي جدا؟ لا، هو عادي، وبعد كده مع الوقت هو الدنيا بتمشي معاه، بس هو ما فهمش بطريقه، ممكن نشوف له طريقه ثانيه يفهم بيها اكتر، بس هو واحده واحده. هو عندنا الطفل البيبي ما بيمشيش مره واحده، يفضل يقف ويقع والكلام ده، فهو نفس الكلام وانا بتعلم، لازم اصبر شويه لحد ما اوصل يعني. تمام، في مدرسين كتير جدا ما عندهمش خلق، انا قلت لك المساله فهمت ما فهمتش قالوا خلاص عملت اللي عليا. لا، ما هو كده مش ينفع. كده صعب. لا، كده صعب، ما لازم انا يكون عندي صبر على الطالب. تمام،
اني احبب الطالب في الماده، مش هنقول الرياضيات بس، ايه المطلوب ان انا احبب الطالب، او حضرتك شايف ايه اللي مطلوب من المدرس ان هو يكون فيه عشان الطالب يحبه ويحب الماده بتاعته؟ هو اول حاجه لازم الطالب يحب المعلم بشكل اساسي. لو هو اللي حب المعلم هو هيحب الماده، سواء كانت الماده صعبه او تمام. الماده سهله. يعني فكره حضرتك انا ان على لازم فكره انا بلعب على وتيره ان الطالب يحبني من البدايه. هو ما تمام. دام حبني خلاص هو هيحب الماده، حتى لو الماده صعبه هو خلاص هيبدا يستجيب معايا. انما هو لو كرهني فخلاص هو هيكره الماده حتى لو الماده بتاعته سهله. حتى لو مادته سهله يبدا يكرهها. آه. يعني الموضوع كله على المدرس. اكيد طبعا. برضو في مدرسين تقول لك دي مش موضوعي، انا موضوعي ان انا بديله الحصه وشكرا على كده. لا انا مربي في المقام الاول. تمام. يعني حضرتك نصيحتك للمدرسين ايه برضو؟ نصيحه المدرسين ان هو يحبب الطالب اول حاجه من سلوكياته ومتعامله معاهم واحترامه للطالب ويحترم عقليه الطالب. تمام. فالطالب هيحبه يعني. اكيد فكره انت حمار ما بتفهمش، انت مش عارفه ايه، دي فكره مش لطيفه. اكيد طبعا. يعني حتى لو هو عنده فهم او عنده الاجابه هيخاف هي ممكن يقولها. كلمه تضيع مستقبله وممكن كلمه توصله فوق يعني. كتير جدا مواجه الجزئيه دي، مدرس رياضه ومدرس انجليش ابتدى ان هو يعامل باسلوب مش كويس، ف بعدنا عن الماده او ما حبيناش الماده مع انها كانت سهله جدا. ومشكله المادتين دول الرياضه والانجليش ان هما مادتين تراكميتين، ده فعلا فلو ضاعت حاجه في النص فتلاقي الطالب ايه خلاص خلاص كل حاجه نزلت، لان كلها سلسله اه مرتبطه كلها ببعضها. سلسله مرتبطه ببعضها. طيب نتكلم برضو عن التدريس عن بعد، بيتم ازاي؟ التدريس عن بعد عن طريق الفيديوهات اللي بعملها، وبيكون في اختبارات وتقييمات عن بعد. تمام. في برضو بنشتغل على عن طريق زوم وعن طريق تيمز، ممتاز. مايكروسوفت تيمز، تمام. بنشتغل ده تواصل مباشر. طب احنا معانا برضو فيديوهات لو تكلمنا عنها حضرتك على الهواء، تمام. فلو عايزين نتكلم عنها اكتر وتشرح لنا الموجود المسألة الموجودة معانا دي. تمام. هنا ده درس ثالث اعدادي هندسة اوضاع دائرة بالنسبة للدائرة. تمام. عندنا 6 حالات في الدرس ده. انا شايفه براهين وقوانين وحاجات كتير جدا صعبه ان هي تتحفظ. ما هو الطالب لو فهم خلاص. يعني الفهم اهم الفهم حاجه. اهم حاجه. الحفظ بيجي في المرتبه الثانيه في الماده عندنا. تمام. هنا في الفيديو الشرح وطريقه العرض بتسهل على الطالب كتير جدا يعني في الفهم. فبتدي تشرح لنا نقطه بنقطه، احنا عملنا الدايره ازاي، ايه المطلوب مننا، كل ده. هو هنا الدرس بيتكلم عن القطعه المفصله بين مركز الدائرتين اللي هو ميم نون. تمام. بنجيب بس طول حلو القطعه. قوي. طب انا دلوقتي في سؤال مثلا عاوز اساله لك ازاي وانت بتشرح الفيديو؟ لا ما هو الفيديو ده ما فيش اسئله فيه، انما الاسئله ممكن تكون عن طريق لما يكون عن في شرح عن طريق الزوم او عن طريق التيمز، ده تمام. بيكون فيه اسئله، انما الفيديو ده بينزل خلاص ما فيهوش شرح ما فيهوش اسئله. طيب طريق الزوم اكيد الطالب مش هيركز زي ما يكون المدرس قدامه، ممكن برياكشن معين احفظ المساله من حضرتك او افهمها من حضرتك لان انت عملت رياكشن عجبني، فالطالب تمام. عن طريق زوم مش هيكون التواصل كده برضو. ما هو الزوم احنا بنستخدم فيه عرض باوربوينت برضو بيساعدنا ان احنا اصل هو مش كلام بس، لا ايوه ده في عرض باوربوينت زي الفيديو بالظبط. ما هو ده الفيديو ده نظام عرض. تمام. فانا بعرض له كل حاجه وكل خطوه فيها عرض وميشن حاجات معينه كده بتخلي الطالب هو منتبه معايا ومركز معايا. طب ممتاز جدا. يعني ما يقدرش ان هو يلعب او يقول لك يا عم ده هو مش شايفني او مش هيزعق لي فانا اعمل اللي انا عاوزه واديني مشغل الفيديو. ما في تقييم بقى. في تقييم بعد كل حلقه او كل كورس. تمام. طب ممتاز جدا، بس فكره حلوه ان انا فهمت ان الطالب ده فاهم فعلا ولا لا، الطالب ده عارف يحل المساله ولا لا، كل ده حلو جدا. طيب فكره برضو اني انا اتواصل مع اولياء الامور، ده اهم حاجه. الامور عندهم كده اساسي وسوسه شويه اللي هو ايه، لازم اتابع المدرس خطوه بخطوه، اعرف المدرس بيعمل ايه، اعرف ابني وصل لايه، كل ده فازاي بيتم؟ هو على فكره دي حاجه كويسه خالص ان ولي الامر يتابع، لان متابعه الولي الامر اكيد مع المعلم كده الطالب هيوصل ايه لهدفه. انما ولي الامر ما بيهمل هيخاف الطالب ان بابا يعرف ان هو مركز فهيزعق له، فهيركز اكتر. طبعا لازم هو يعرف النتيجه حلو. بتاعته اول باول. تمام. برضه هنتكلم عن فكره الرياضيات. بيقول لك علم علوم ولا علم رياضه يجروا على علم علوم اكتر من علم رياضه، فعاوزين برضه حضرتك تبسط لنا الرياضه والاحصاء بطريقه حضرتك، تبسطها ازاي او تدي للطالب معلومه او تدي له نصيحه ان الرياضه حاجه سهله هي والاحصاء. هي الرياضيات والاحصاء حاجه سهله بس عايزه شغل شويه. عايز تركيز وشغل. عايزه شغل وعايزه حل كتير. تمام. كل ما حل اكتر بتعلم اكتر. تمام. زي ما قلنا برضو ان هي سلسله.
اكيد طبعا. سلسله ورا بعضيها، ما تسقطش درس عشان اللي بعده مش هتعرف تفهمه. يعني انا في ثالثه ثانوي ممكن احتاج حاجه في ابتدائي او اعدادي مرتبطه معايا، فانا لازم احنا بيكون في برضو تاسيس في بدايه الكورس. حلو جدا. علشان ايه؟ الطالب يكون ايه متابع معايا. تمام. ايه هو التاسيس ده او ازاي تاسيس على الحاجات التراكميه اللي احنا هنحتاجها او الحاجات اللي اخدها هو قبل كده؟ تمام. برضو حضرتك درست وبعد كده تقييم على التاسيس ده، نشوف هو وصل لحد فين، بعد كده يبدا ايه المقرر بتاعنا. طب يعني كل ده ممتاز جدا، فكره برضو تدرس كل الاعمار وكل يعني المراحل، ده متاح مع حضرتك ولا في مراحل معينه؟ هو انا كنت بدي كورسات، يعني انا عندي في زملاء باحثين دراسات عليا كنت بديهم مقرر احصاء. تمام. ورغم انهم كان يعني اغلبهم مثلا في ناس ادبي وفي ناس سايبه الرياضه والاحصاء، هم بياخدوا احصاء مرتبط بالبحث العلمي. تمام. رغم ان هم سايبين الموضوع ده من بدري، الا ان الحمد لله الفيديوهات يعني قدرت تتفاعلوا معاها ويفهموا اكتر، يعني فهموا الماده كويس بشكل كويس الحمد لله. يعني حضرتك بتدي كل، يعني انا اللي فهمته مراحل معينه برضو. يعني ممكن نقول اعدادي ولا ثانوي؟ هو انا في القناه اللي عاملها انا بدات اشرح المقرر الجديد من اول اعدادي، ده بدات انزله على القناه، وان شاء الله هنزل الاحصاء بتاعت ثالثه ثانوي ادبي، هتنزل قريب ان شاء الله على القناه برضو. طب ممتاز جدا. اعدادي وثانوي. طب حلو جدا، دي مراحل مختلفه. والعقل مختلف، ويعني جيل عن جيل بيفرق. كل واحد عايز شغل معين. بالظبط. حضرتك ازاي بقى بتقدر تعمل كل ده؟ ما هو الصغير انا بنزل له بتفكيري وبعقلي وبتعامل معاه بحاجه تناسبه، والكبير طبعا المعامله بتاعته بتكون اسهل شويه. اكيد فاهم واعي عارف هدفه ايه. لكن الصغير بيلعب بقى لسه، بيكون متعب شويه اكتر من ايه؟ من الكبير. يعني لانه لسه ما قررش هو حلمه ايه بمعنى اصح. هو مش عارف برضو يعني مستقبله عامل ازاي، مش فاهم ايه دوره. صح مظبوط. عايز توجيه وعايز متابعه مع بالنسبه لولي الامر وبالنسبه للمعلم. تمام. برضو نصيحه لاولياء الامور ان هم يتابعوا اولادهم. اكيد طبعا لازم ولي الامر يتابع ابنه. ده شيء اساسي. حضرتك الحاله الاقتصاديه دلوقتي، الاب شغال والام شغاله، فما فيش متابعه بمعنى اصح. ما هو الاستثمار في الابناء، هم دول اللي احنا بنتعب ليه؟ عشان اولادنا. عشان اولادنا. هنشتغل ليه؟ عشان اولادنا. فاحنا لو اهملناهم وسبناهم ممكن يضيعوا. طيب. لا ما ينفعش، ده لازم المتابعه، ده شيء اساسي. متابعه الولد اهم من الشغل، لان انا بشتغل علشانه. تمام. انا شايفه برضو هنا الشرح كبير جدا في المساله دي. ومع الشرح هنا هتلاقي فيه حاجات بتظهر بتساعدنا برضو ان احنا نفهم برضو ايه طول القطعه المستقيمه اللي هي مين ودي. الخط المركزي. تمام. كل امتحان بيكون عليه جايزه اكيد من حضرتك للطلبه، ان في جايزه معناها في تركيز، ده المبدا اللي ماشي عليه الطالب بمعنى اصح. اكيد طبعا لازم التشجيع يكون موجود. تمام. حضرتك بتكافئهم بايه او بتكون مكافاه ازاي؟ يعني في مكافآت بشهادات تقدير، وفي مكافآت مادية، وفي حاجات معنوية. حلو. على حسب برضو السن وعلى حسب المقرر. المادية دي بقى مع اللي هي أكيد إعدادي وشهادات التقدير الثانوي. في وفي ولا؟ لا في الاثنين يعني. أصل في اللي بيفرح جدا بفلوس، أنا هاخد فلوس النهاردة فلازم أكون مركز، لازم أشرح، فكل ده بيكون عنده برضو. أكيد طبعا. هو التشجيع، بس هو الحاجات المعنويه الناس الكبيره يعني بتهتم بيها اكتر. اكيد لان انا كبير وفاهم. مش هتفرق معايا بقى فكره فلوس او مش فلوس، لا انا فاهم المدرس ده. هو حتى الطفل الصغير حتى هو بيكون معاه فلوس، انت مجرد ان انت تدي له حاجه بسيطه هو بيفرح منها، لان هو خدها من الاستاذ بتاعه. اكيد انا كده كده معايا، بس حاجه الاستاذ مضالي عليها او اديها لي. بيكون ليها ايه؟ لما كنا ناخد نجمه نفرح، انا اخدنا نجمه حاجه كبيره بقى. طبعا. فبرضه دي حاجات صغيره بتخلي الطالب يتشجع اكتر. اكيد. تمام. برضه نرجع تاني للمدرس اللي هو يعني مش هنقول مبتدئ، ما عندوش صبر. انا شرحت لك مره، هشرح لك التانيه، ما فهمتش انت بقى براحتك، انت غبي ماليش دعوه بيك. هو ما فيش حد غبي. هو ما فيش حد غبي، بس كل واحد بياخد وقت، يعني ممكن واحد يتعلم مثلا حاجه في 5 دقائق، ممكن واحد يتعلمها في نص ساعه، ممكن واحد يتعلمها في ساعه. فما فيش حد غبي، لا كل الناس بتوصل. تمام. بس هو ممكن يوصل بكل واحد ياخد وقت ايه مختلف عن التاني. تمام. نتكلم برضو عن المسألة الموجودة معانا دي. تمام. هي نفس المسألة يعني. هنا احنا عاملين خط الأعداد وبنقول خط المركزين طوله بيساوي ايه. تمام. مقسمين لثلاث أجزاء. ممتاز جدا. بيكون الدائرتين متداخلتان ومتقاطعتان ومتباعدتان. وحلو قوي إن حضرتك بتقول فيديوهات موجودة يقدر إن هو يحفظها عنده. الفيديو متوفر معاه. مش اللي هو لايف خلاص خلص شكرا على كده. لا هو الفيديو ممكن يشوف في اي وقت. تمام. توفر معاه على طول. طيب جالك طالب بقى قال لك انا صراحه خدت معاك ومش فاهم حاجه او ما قدرتش اوصل لحاجه، يائس، الطالب اليائس ده
بتعمل معاه ايه؟ ما هو انا مش هينفع اسيبه برضه، هو لازم اوصل معاه للنتيجة ان شاء الله. بتحاول معاه؟ اه لازم نحاول معاه. عندك صبر؟ اه الحمد لله. الامهات نفسهم ما عندهمش الصبر ده. لا ما لازم الواحد يكون عنده صبر، بس هو على فكرة يعني في حاجة، ان هو الاب مع ابنه او الام مع ابنها ما بتصبرش زي المعلم. ليه؟ لان هو بيكون خايف عليه اكتر. المعلم خايف عليه اكتر؟ لا الاب والام بيكون خايف على ابنه اكتر. اه انا لما اشوف مثلا حد بيعمل حاجه غلط، هو مش ابني انا بنصحه، انما بالظبط لو ابني انا ممكن اضربه على طول، بالظبط، لان فهو ممكن يجي بنتيجه عكسيه. اكيد اكيد. فالاب دايما خايف والام دايما خايفه، لان زي ما قلنا فهو الدور مش بيصبر عليه، هو عايزه خلاص يتعلم. ما هي دي الثمره بقى، فانا لازم فعلشان كده اطلع يعني صالحه. صعب شويه ان انا اعلم ابني. تمام. نرجع برضو احنا موضوعنا برضو في اولياء الامور اكتر، لان في اب محامي انا عاوز ابني محامي، في اب مدرس انا عاوز ابني مدرس. العقلانيات بتفرق وجيل عن جيل بيفرق، فعاوزين برضو نتكلم عن الناس الموجوده دي برضو. لا هو الدنيا اتغيرت عن زمان، كل اكيد واحد وله عقليته، وبعدين في حاجات بتختفي، في وظائف بتختفي، في وظائف بتظهر، واحنا تمام، داخلين على عصر مختلف تماما عن العصر اللي فات. اكيد اكيد طبعا. في وظائف جديده مع التكنولوجيا ومع الذكاء الاصطناعي ومع الحاجات دي، في حاجات افضل وحاجات مستقبلها افضل كتير. بس بقول لك انا مدرس، انت لازم تطلع زيي. ازاي ابن المدرس ما يطلعش مدرس بقى؟ ازاي دي بقى؟ جيش خالص. فبنلاقي ايه، في تشدد شويه في الموضوع ده. لا هو كل واحد على حسب حلمه وعلى حسب قدراته وعلى حسب امكانياته، هو بالظبط. بيختار وبيقرر هو عايز ايه ومستقبله قدرات يكون ازاي. ابنك مش زي قدراتك، اه جيل ابنك مش زي جيلك، فلازم نراعي الجزئيه دي برضو. اكيد طبعا. طيب برضو حضرتك ابتديت تدي كورسات اونلاين من امتى؟ ومن ساعة الكورونا، من 4 سنين 4 سنين. بدأت أعمل فيديوهات. أنا كنت حلو. بدرس ساعتها دبلومة خاصة، وبعد كده زمايلي كان في كورس إحصاء كنا بندرسه مع بعض، فكان التعليم عن بعد تمام من الكلية، فأنا قررت إن أنا أشرح لهم الكورس بتاع الإحصاء ده تمام علشان حلو. إيه أساعدهم، وعملت فيديوهات والحمد لله كانت نتيجة كويسة وجابوا تقديرات عالية خالص. طب ممتاز جدا. يعني اول بدايتك كانت فترة كورونا. آه من الكورونا طبعا ما كناش بنحضر في الكلية اكيد. في الدبلومة دي، فكنا التعليم عن بعد، فأنا يعني قلت إن أنا لازم أشرح لهم المقرر، ودي كانت بداية إن أنا أعمل فيديوهات كان في تعليمية. ناس معترضة على الموضوع، يقول لك ازاي الطالب ما يشوفش المدرس قدامه او ما يشوفش الدكتور قدامه، ده مش هيفهم. فكان في اعتراض شديد جدا على الموضوع ده. لا هو هيفهم، بس على فكرة موضوع الأونلاين أنا لو في مكان بعيد ممكن عايز معلم معين أو عايز حد معين، فأنا هقدر أوصل له بسهولة. بالظبط. برضو في تقييم اسمه اختيار المدرس، ان انا بدخل على جروب خاص بختار المدرس اللي هيديني، بسمع آه. فيديوهات منه واقول اه ده المدرس اللي هيديني او لا ده بلاش منه كده. هل ده بقى موجود برضو ولا احنا بنسمع حاجات كده غريبة؟ اكيد طبعا، وهو الطالب ليه مطلق الحرية ان هو يختار المعلم اللي عايزه. يعني موجود السيستم ده، ان اه هو الطالب يختار المدرس اللي هو عاوزه ده فين بالظبط حضرتك؟ يعني على طريق اه اليوتيوب والكلام ده كله. اكيد طبعا. يعني حضرتك مش مدرس في المدرسة مثلا معاه هو انت لازم تديله، لا ممكن اي حد يختاره من على اليوتيوب ويديله. اكيد طبعا. سهلة وبسيطة. يعني اه الموضوع مفتوح. احنا كنا شايفينها غريبة شوية، اللي هي ازاي انت يعني انت اللي هتختار، ده المدرس هو اللي بيختار للطالب الذكي او المتفوق، فبيخليه لجانب جنبه يعني، او بمعنى اصح يخليه هو من الاوائل. ما هو الطالب بيختار المعلم اللي هو يفهم منه اكتر. يوصل المعلومة اسهل. اه تمام. برضو فكرة ان انا ابتدي في الفيديوهات جات لك ازاي؟ احنا قلنا ابتدينا في كورونا، ما هو انا ابتديت في كورونا، احنا كان لازم نتفاعل، احنا كان عندنا في يعني ما المعهد، كانش في تردد اللي هي هديهم ازاي او هتعلم ازاي في الاونلاين الكلام ده كله. انا لما جت الكورونا كنت داخل دبلومه خاصه، فانا كنت هدخل مناهج وطرق تدريس، فلما جت الكورونا انا فغيرت المجال، دخلت تكنولوجيا تعليم، وانا تمام. بحب التكنولوجيا، فده اللي ساعدني ان انا ايه اتفاعل مع التكنولوجيا والرياضيات، ان انا اعمل فيديوهات بشكل كويس خالص. تمام حلو قوي. طب ممتاز والله ان انت اشتغلت على نفسك، اه مش مجرد دراسة أنا درستها طلعت أستاذ ابتديت أدي، لا بشتغل على نفسي لا ما وبحاول. زلت شغال، هو لازم الواحد يطور من نفسه أكيد طبعا على طول. أكيد. التواصل مع حضرتك على اليوتيوب طبعا، على صفحة اليوتيوب ممكن نذكر الصفحات ونذكر. صفحة اليوتيوب محمد عثمان التفوق في الرياضيات، تمام دي بشرح عليها منهج أولى إعدادي، لسه نزلوا المنهج الجديد، ممتاز. وإن شاء الله إحصاء تالتة ثانوي هتنزل قريب، وإن شاء الله نطلع معاهم أولى إعدادي دول، هنطلع معاهم لحد ما يخلصوا ثانوية عامة بإذن ان الله. شاء الله طبعا. طب حضرتك ايه الخطط اللي قدام اللي هنا وان شاء الله ان انت تعملها؟ بتخطط لايه كتخطيط؟
كهدف عاوز تعمل ايه في الفتره اللي جايه؟ في الفتره اللي جايه ان انا اطور من نفسي اكتر واشتغل على نفسي، وان شاء الله يكون في منصه تعليميه هعملها قريب. تمام. في منافسين كتير اكيد طبعا، وفكره ان انا ابتدي في الاونلاين اكيد ليه ايد كتير جدا يقول لك يا عم دي فكره مش هتجيب نتيجه، يا عم لا ده غلط. فعاوزين برضو نتكلم عن الانتقادات وعن المنافسين، بتتعامل معاهم ازاي؟ هو شغلي هو اللي بيمثلني بالظبط. انا لما بكون بقدم محتوى كويس وبشكل مميز هو ده اللي بيوصلني. تمام. يعني حضرتك ما بتشغلش بالك بيهم؟ لا، اللي هو ما تروحش يا عم المدرس ده سنه صغير. الجمله دي دايما بتقال في كل مهنه، حمد ما عندوش خبره سنه لسه صغير. فالجمله دي بنلاقيها كتير جدا حتى في اي يعني اي في وظيفه، اي مجال. اي مجال واي وظيفه. فالكلمه دي اكيد ضايقتك. لا بالعكس، انا مش بتضايق الحمد لله. ليه؟ لان انا انت تعالى شوف الشغل بالظبط. خلي ابنك يحضر وبعد كده قيم بقى اذا كنت انفع مع ابنك ولا لا. اكيد طبعا. تمام. برضو ولي الامر ازاي يقيم مدرس او ازاي يختار المدرس بناء عن ايه؟ هو بيختار المدرس بناء على الشغل بتاعه وعلى سلوكياته واسلوبه وتعامله مع الطالب والنتيجه. تمام. بتاعته طبعا، نتيجه الطلاب اللي هو درسها. اكيد كل ده بعرفه طبعا من الطلاب اللي قبلهم او من اولياء الامور اللي قبلهم اللي اتعاملوا مع حضرتك. اكيد طبعا. تمام. لو انا عاوز اخد كورس مع حضرتك، بس اخد كورس يعني مش اونلاين، بيتم ازاي برضو؟ انا كنت بدي كورسات برضو في شيريارد مباشر، يعني بشكل مباشر. تمام، حلو قوي. بس انا بفضل فكره المباشر، مش عارفه، انا بحب اشوف المدرس قدامي يشرح لي، اشرح له في مساله وقعت مني اقول له عليها. هو المباشر طبعا مفيش افضل منه، بس ميزه الاونلاين ان انا اوصل لاي حد. وانا بحب الفيديوهات برضو ان هي بتكون موجوده مع الطالب دايما. تمام. افتحها معاه في اي وقت. اكيد. وبرضو اقدر اتواصل معاه وبتابعه، مش بسيبه برضو. اكيد طبعا. ارقام التواصل معروضه على الشاشه، صفحه التواصل، صفحات الفيسبوك معروضه. كلمه بقى شكر تحب توجهها لمين في نهايه حلقتنا؟ الشكر لله سبحانه وتعالى اولا واخيرا. ثانيا بشكر والدي، ربنا يدي الصحه، وبترحم على والدتي الله يرحمها، يجعلها في الجنه ان شاء الله. بشكر زملائي في العمل وعلى دعمهم، وبشكر اساتذتي ومشرفيني، الاستاذ دكتور حسن حويل عميد كليه التربيه جامعه اسيوط، الاستاذ الدكتور منى زهران مشرفي، والغالي على قلبي الاستاذ دكتور علي سيد عبد الجليل. وبشكر زمايلي في الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد، احنا اتعلمنا منهم ان الجوده اسلوب حياه مش بس في التعليم، بقياده الدكتور علاء عشمان. تحياتي ليك طبعا، وتحياتي للجميع طبعا. مدرسين يعني كل حاجه في حياتنا، احنا من غيرهم ولا حاجه بمعنى اصح. بشكر حضرتك على وجودك معايا وشرفتني ونورتني. شكرا لك. كده وصلنا لنهايه حلقتنا. طبعا الرياضه هي موضوع سهل، دي من وجهه نظر استاذ محمد، ومن وجهه نظري ولو حاجه بسيطه طبعا اني مش قوي في الرياضه. استنونا في كل جديد من برنامجكم اسرار الحياه.